كورت العجينة وهلأ رح خليها ترجع ترتاح تقريبا ربع ساعة وبعدين بشتغل فيها. فردت العجينة وهلأ رح احشيها. انا عندي حشوة جاهزة، لحمة مفرومة مع بصل قليتن، هيدي سفحتنا جاهزة، رح كمل بنفس الطريقة ولخلص الكمية اللي عندي. رح ادهنهم بالزيت ورح حمرهم بالفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة 200.